تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. هاني حتفوت يكشف الستار عن كارثتين في انتظار نادي الزمالك، الاولى وقعت والتانيه خلاص على وشك الوقوع على مرتضى منصور وعلى هزاز الرؤوس وعلى كل من ينتمي للحاشيه والشله بتاعه مرتضى وكل من يواليه. طبعا في غرامه جت على نادي الزمالك، غرامه كبيره بقيمه 5 مليون جنيه بسبب شكوى نجم الزمالك ولاعب الزمالك اتشيم بيون اللي قرر ان هو يعني يرفع قضيه على نادي الزمالك، وبالمناسبه الزمالك خسر القضيه. وطبعا مرتضى منصور بيطلع يقول ان انا كسبت قضيه كذا وخسرت وفزت بقضيه كذا، وهو بيخسر كل القضايا في الفيفا. ولكن المصيبه والطمه الكبرى هي المليار جنيه المختفيه من نادي الزمالك. لجنه التفتيش لقيت ان في فلوس جايه من رعاه، فلوس جايه من بث تلفزيوني، فلوس جايه من بيع لاعبين، وبفتحوا الخزنه لقوها ما فيهاش ولا مليم. فين الفلوس يا باشا؟ فين الفلوس يا استاذ؟ مليار جنيه مصري، فين هم؟ يعني 1000 مليون. طيب انا مش هتوه، انا مش هطول، انا مش هوجع لك دماغك لان انت وقتك ثمين ووقتك بفلوس. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف هاني حتحط قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بنزل على قناتنا وقناتكم قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف هاني حتحط قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. الزمالك عنده قصة وهي قصة اتشيمبونج، واضح ان فيها جديد، واضح ان الزمالك مضطر طبعا انه يسدد الحكم لصالح اتشيمبونج بان الزمالك يسدد 180 الف يورو لصالح اللاعب. هي مكافأة مستحقة لاتشيمبونج بالاضافة الى 5% سنويا فائدة اعتبارا من 23 ديسمبر اللي فات ده اللي هو من 5 اشهر فاتت، بالاضافة الى 90 الف يورو غرامة تعاقدية، وغرامة كمان 1000 دولار للمادة 12 مكرر، والزام الزمالك بالدفع الكامل بما في ذلك جميع الفوائد المطبقه الى الحساب المصرفي. المصدر في الزمالك قال لنا ان مفيش اي قصه عن منع القيد، وقال ان القصه بسبب انه اللاعب برده في حجز على ارصده النادي فالزمالك مش عارف انه يعمل ده، لكن اداره الزمالك كانت اتفقت قبل كده ان هي تسدد 900 الف يورو من اجمالي 1.2 مليون حصل بهم اللاعب على حكم من الفيفا وحصول على جزء من المبلغ، لكن بسبب الحجز على ارصده توقف، وبالتالي في شكوى جديده بقى عملها اللاعب ان ياخد 180 الف يورو، وقال الزمالك انه عمل استئناف عشان يعطل ده وانه هيسدد لكن بعد ما تخلص القصه، وانه بيتواصل برضه مع اللاعب لتنتهي القصه. طبعا 180 الف يورو ده يعني بتتكلم في تقريبا 5.5 مليون يورو تقريبا، 5.5 مليون جنيه عفوا، وبالتالي رقم برضه كبير. والزمالك بيتكلم في انه عنده ازمه ماديه، امبارح رئيس الزمالك طلع يتكلم في ان في ازمه، او رئيس الزمالك المقرر انه معزول، ولكن اللي بيطلع يتكلم باعتباره رئيسا. كل ما اقول هقول التوصيف الكامل كده في المشهد عشان ما حدش يقول لي انت بتقول انه رئيس وهو مش رئيس، وما حدش يقول لي انت ما بتقولش انه رئيس وهو بيتكلم كرئيس. هي المشهد طبعا عبثي شويه، لكن هو ده الوضع الراهن دلوقتي داخل نادي الزمالك. قال ان الوضع صعب قوي. بالمناسبه لسه اللجان اللي موجوده القضائيه او اللي موجوده من جانب الوزاره بتفتش وبتعمل اجراءاتها القانونيه وبتطلع بقى كل الايرادات، والنهارده حتى بحسب المعلومات الوارده الينا طلعت بالورق ان الزمالك ليه حصل على فلوس قد ايه من بيع اللاعبين، وفلوس قد ايه من الرعايه، وفلوس قد ايه من بث المباريات وهكذا من الامور. فقالوا ان الزمالك واخد مليار جنيه، فبيتساءلوا انه فين الفلوس دي. برضه من ضمن النقاط اللي كاتبينها، فهنشوف الاخر التقرير النهائي من جانب الوزاره. هننتقل الى الاهلي، لكن قبل ما ننتقل للاهلي، لاعب الزمالك اتشيمبونج قرر ان هو يشتكي نادي الزمالك ويحصل على غرامه ماليه، وده يوري لك قد ايه نادي الزمالك بيتخبط اداريا، وقد ايه نادي الزمالك منهار اداريا ومش عارف يتلم على نفسه، وكل دقيقه والتانيه عنده مصايب وكوارث لدى الفيفا. لكن هو فالح مرتضى منصور هو وهزاز الرؤوس يطلعوا يقول لك احنا هنشتكي النادي الاهلي علشان قضيه التنمر على شيكابالا، احنا هنشتكي النادي الاهلي عشان لجأ للمحاكم المدنيه في قضيه كهرباء
وفي اللجنه، لجنه الانضباط او لجنه التظلمات، احنا هنشتكي الاهلي علشان مش عارف عامل ايه، ويتوه جماهيره ويوديهم في حته تانية، ويطلع خالد فطوطه يقول لك وداد ودلال، ويطلع مش عارف مين يقول ايه. كل ده يعني بيقول لك بص العصفوره، بعيدا عن ما يحدث في نادي الزمالك والكوارث والبويقات التي تحدث في نادي الزمالك، هات موضوع اللاعب وشكواه على جنب، وتعالى بقى في لجنه التفتيش اللي بالمناسبه جه صوره في السوشيال ميديا او النادي الاهلي نزلها للجنه التفتيش على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحاسب حساب الملاكين، ايه اللي داخل وايه اللي خارج، ايه اللي رايح وايه اللي جاي، في ايه ناقص في ايه زايد. النادي الاهلي زيه زي اي نادي، في دلوقتي لجان تفتيش على كل الانديه المصريه العامه، لكن الانديه الخاصه معلهاش تفتيش. يعني انا بتهيالي بيراميدز ده مين هيفتش عليه، ده حاجه خاصه، الله اعلم ممكن يكون فيه في تفتيش، بس انا ما شفتش ان بيراميدز اتكلم على موضوع التفتيش ده. ولكن علشان النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه المصريه ملك للدوله، فمن حق الدوله انها تشوف انت فلوسك راحت فين وجات منين، وريني. اصل لما يبقى في مدير شركه بيحاسبوه في لجنه محاسبات، بيبصوا انت وديت الفلوس دي فين، هنا الصادر كذا والوارد كذا، تعالى قارني. زي ما حضرتك بيبقى عندك شركه او عندك مثلا مخزن ادويه وبتعمل له جرد، بتشوف انت عندك الحاجات اللي عندك في المكان ايه واتباع ايه والفلوس اللي موجوده ايه، وبتقارن بين ده وما بين ده وبين ده، لو لقيت خلل او عجز يبقى في حاجه غلط. ده اللي حصل في نادي الزمالك، ان لجنه التفتيش في بدايه الامر منعوها من الدخول على ما مرتضى والحلوين اللي معاه يظبطوا الامور او ياخدوا اوراق او يشيلوا اوراق او يحطوا اوراق، ولكن لجنه التفتيش وهي بتفتش لقيت فلوس ما لقيتش فلوس خالص، لقيت على الورق في بس تلفزيون، في لعيبه اتباعت، في فلوس جت من حصائل الاعضاء، يعني الاعضاء دول مش بيودوا فلوس العضويه، ومع ذلك لقيوا الخزينه خاويه تماما وما فيهاش ولا مليون. ومرتضى منصور مسؤول الان امام الدوله ان يجاوب فين الفلوس دي؟ فين الفلوس يا مرتضى؟ بس هو كان ايه فالح يقول لك ايه؟ رجع الساعات يا خطيب، رجع الساعات يا خطيب. وبالمناسبه في تصريح للمندوب، انا اوريكم تصريحين دلوقتي في منتهى الخطوره. يعني هاني المندوب قال تصريح، ولا هاني زاد اسمه هاني زاد قال تصريح في منتهى الخطوره على الساعات والهدايا اللي خدها من تركي. المجلس كله خد ساعات وهدايا وبتاع، يعني تركي كان مظبطهم تظبيطه حلوه. وكمان ممدوح عباس قال برضو تصريح في منتهى الخطوره على مرتضى منصور بخصوص الساعات والهدايا والفلوس والفلل والقصور. انا اوريكم التصريحين دلوقتي عشان مفيش عيل ملوش لازمه يقول لك رجع الساعات يا خطيب، يا خطيب رجع الساعات، يا عم ده الساعات رجعت، يا عم الساعات رجعت من هنا لبكره، يقول الساعات رجعت وراحت لصندوق تحيا مصر، لا 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 لا، رجع الساعات يا خطيب ورجع فلوس الصفقات يا خطيب. لكن انا هوريكم دلوقتي حاجه يعني هتعجبكم جدا جدا من ممدوح عباس ومن هاني زاده وهم بيفضحوا مرتضى منصور. نشوف ده التصريح الاول لهاني زاده. هاني زاده طبعا بينهم وبين مرتضى دلوقتي مصانع الحداد، مع ان كان شريك معاه اساسي في العمله وتجاره العمله والسفر ده بره، وهو اللي كان مهربه بره، وكان كل شويه يقول لك ده المرافق مع البعثه هاني زاده، والبعثه تروح وترجع وهو ما يرجعش. يعني هو كان بره لغايه ما خد براءه من احكام كانت صادره ضده، علشان يعني المشكله اللي دلوقتي بقى هاني زاده وحش وحرامي وفيه وفيه. مرتضى اللي بيقول الكلام قال لك ايه بقى هاني زاده؟ قال لك تركي الشيخ تبرع لنا بملايين الدولارات والساعات الالماني، ودعمنا بصفقات قويه جدا، وتم توزيع الساعات علينا لانها هديه، وهذه الهديه غاليه على قلبي جدا، وكنا نتمنى ان يستمر معنا لان تركي الشيخ رجل عظيم. الكلام ده هاني زاده اللي قاله. بص
متأكد من التصريح كويس يا فندم، تركي الشيخ تبرع لنا بملايين الدولارات والساعات الألماني، ودعمنا بصفقات قوية جدا، وتم توزيع الساعات علينا لأنها هدية، وهذه الهدية غالية على قلبي جدا، وكلنا وكنا نتمنى أن يستمر معنا لأن تركي الشيخ رجل عظيم. حلو الكلام؟ كلام جميل. نمسك بقى التصريح الثاني وهو الخاص بممدوح عباس. ممدوح عباس قال لك ايه؟ وطالب مرتضى منصور ومجلسه بسداد 700 عفوا بسداد 270 مليون، وانا مش تركي الشيخ يا مرتضى، كفايه عليك انت ومجلسك، انت ومجلس ادارتك الساعات والسيارات والقصور اللي في التجمع الخامس الذي اعطاها لك تركي الشيخ. عرفت بقى يا باشا ان تركي الشيخ كان خيره على مرتضى، وجاب مديله قصور ومديله فلل ومديله سيارات ومديله ساعات، اهو ما الناس ايمنهم فيهم. يعني الكلام ده احنا اللي قايلينه، الكلام ده الناس اللي من داخل نادي الزمالك هي اللي قايلاه مش احنا. ومع ذلك يجي عيل مدني يقول لك رجع الساعات يا خطيب، رجع الساعات، رجع الهدايا يا خطيب، واديكم شفتوا الهدايا والساعات والحاجات اللي كان واخدها مرتضى منصور. مرتضى منصور خد من تركي الشيخ خمسة مليون دولار او 10 مليون دولار حاجه زي كده، اتبرع لنادي الزمالك بمليون وتسعة. لا ده غير العربيات، ده غير الفيلل، ده غير. فاللي انا عايز اقوله لكم يعني الدنيا قشطه. والدليل على كلامي اتفرجوا على لجنه التفتيش. بس يا رب بقى الوزير يخلي عنده شويه احترام للدوله اللي هو فيها، ويخلي احترام للمنصب اللي هو فيه، ويقدم اي مستند للدولة او ضد مرتضى منصور عشان مرتضى منصور يتحاسب. يقولوا له من اين لك هذا، يروحوا يشوفوا ثروته فين وقد ايه، والحسابات اللي بره فين وكام كده. اي حد لازم يبقى تحت اعين الدولة. انت جاي لك الفلوس ده منين؟ من اين لك هذا؟ ده ليل ونهار ونهار وليل قاعد في نادي الزمالك، يعني ما بيشتغلش اي حاجة غير انه قاعد في نادي الزمالك. المكتب بتاعه ده هو مكتب وهمي، مكتب صول. جاب منين الملايين اللي عنده دي والمليارات اللي عنده؟ اما هيتجنن ليه على عقوبة كهرباء؟ وكل شوية يقول لك ادفعوا فلوس كهرباء، ادفعوا فلوس كهرباء. ليه؟ ما هو هيتجنن، عايز فلوس بأي طريقة. احنا بنقول ما خفي كان اعظم وما ظاهر كان افضح. اللي مخفي عظيم وجلل، لكن اللي ظاهر فضيحة. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مرة تشوفني اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناة كل الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة عشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.